السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، مرحبا بكم. حلقة اليوم كما كتشوفوا أمامكم كنقدم لكم مجموعة ديال الفيتامينات وديال الأدوية اللي غنخدم بهم إن شاء الله سنة 2023، منها مكملات غذائية ديال التجهيز وإنتاج الطيور، ومنها أدوية كيميائية وأدوية طبيعية لتطهير الطيور والوقاية من الأمراض، بحكم أنني شريت طيور جديدة ماشي هذو اللي في القفص، طيور أخرى اللي ما عرفش صراحه شنو داز عليهم، شنو من الامراض داز عليهم هذه السنه هذه اللي كانوا عاد مولاهم، او لا واش حاملين من بعض الامراض وباقيين ما ظاهرينش عليهم. هذاك الشيء قررت انني ندير واحد العمليه ديال التطهير او ما تسمى بالبرونشيمو بهاد الادويه اللي كتشوفوا امامكم. اذا الاخوان، اول دواء غادي نستعمله هو سيريفلوكس. سيريفلوكس تحتوي على ماده لونغو فلوكساسا، هو مضاد السالمونيلا ومضاد للامراض البكتيريه، يعني مضاد ديال البكتيريا. غادي نحاول نخدم به ان شاء الله بالنسبه لتطهير الطيور هو الاول. كما كنعرفوا دائما من بعد تقديم مضاد حيوي كنقدموا من موراه ملتي فيتامين بكتيريا نافعه والكولين. هذاك الشيء انا غادي نخدم بسيري شوك لانه فيه مجموعه ديال الفيتامينات والمعادن، وغادي نخدم بسيري تريبيوتيك ديجا تكلمت عليه في القناه اللي هو تحتوي على بريبيوتيك بروبيوتيك او بوست بيوتيك، فيه سبعه ديال السلالات، شي حاجه من الاحسن البكتيريا النافعه اللي كاينه. وغنخدم بكالسيكولينا اللي فيه الكالسيوم وفيه الكولين باش نقومو بتنظيف الكبد من البقايا ديال الفيتامينات وديال الادويه اللي كنقدموها من الطوارئ ديالنا. اذا اول ماده غادي نستعملها لتطهير الطيور هو لونغوفلوكساسان، لاماك سيريفلوكس ديال عفوا لاماك لاطاك سيريفلوكس اونغوفلوكساسان. ثاني حاجه غادي نقدمها هو اسموسيرين. اسموسيرين ديجا تكلمنا كاين انديفيديال اللي تدار في الفم مباشره، وكاين هذا اللي تتعطى في الماء التورات وتتعطى حتى للحمام. اسموسيرين اونتي سي ار دي هو تضرب او تعالج جميع الامراض ديال الجهاز التنفسي، امراض المزمنه. هذا تدار في الماء. اذا ان شاء الله غنحاولوا نعطي جميع الطويرات لا اللي شري الجداد او حتى الطويرات القدام، لان يعني ان شاء الله اليوم بديت كندخل الطويرات من برا من البالكون المنزل ديالي لداخل، كان هناك واحد التغيير في الجو، اذا اختي ضروري نستعمل شي حاجه للطويرات ديالي باش في نفس الوقت نعالج الطيور اذا كانوا حاملين شي امراض، في نفس الوقت كوقايه. اذا عندي اسموسيرين سي ار دي دائما من مورا استعمال هاد الدواء غادي نقدم ملتي فيتامين بكتيريا نافعه ونقدم الكولين. ايضا غادي ندوزو حاليا لمجموعه ديال الادويه الطبيعيه، منها سيريباتيك. سيريباتيك هو ضد النقطه السوداء، ضد يعني وقايه من امراض النقطه السوداء حتى امراض اللي كتصيب الكبد. اذا هذا غادي نحاول نخدم به على الاقل تقريبا ما بين 4 ايام حتى 5 ايام في الشهر، يعني كل شهر غادي نعطيه كوقايه 4 ايام و5 ايام. من بعد غادي نبقى نقدمو يعني حتى من بعد التفراخ، يعني حتى فترة الإنتاج من بعد التفراخ غادي نقدمو يوميا الطويرات ديالي سختو الفراخ الصغيرة حتى يوصلو لمرحلة ديال الفيطام باش نتفاداو ظهور ديال مرض النقطة السوداء. إذا هو هدا سيريباتيك ديال النقطة السوداء، غنحلوه الإخوان نشوفوه كيداير من الداخل. هاهي القرعة ديالو كيفاش كتكون، تاريخ صلاحية 2024. اذا الاخوان هذا هو سيريباتيك ديال النقطه السوداء، كاين ليكيد وكاين حتى البودر. هذا بالنسبه للسيريباتيك. من بعد السيريباتيك غادي نخدم بشي حاجه ديال تريكومونوز. تريكومونوز عندنا سيري تريكولي اللي هو ايضا تحتوي على مواد طبيعيه، حتى هو غادي ندير به ان شاء الله نبدا نعطيه مره في الشهر للوقايه من الامراض او مرض التريكومونوز وايضا امراض اخرى. يمكن لكم تدخلوا تشوفوا الفيديو على القناه، راني ديجا تكلمت على هذا المنتوج. هذا القرعه ديالو كتكون بحال هكا سيغي تريكولي، دائما تاريخ الصلاحيه الاخوان 2025. هذا ديال تريكومونوز وديال مجموعه ديال الامراض اخرى ايضا. من بعد هذا ديال تريكومونوز عندي واحد المنتوج رائع صراحه اللي هو سيليكوك ديال شركه لاطاك اللي هو ضد الكوكسيديا. كاين بزاف ديال المربين عندهم عدد كبير ديال الطيور وكتجيهم مرض ديال الكوكسيديا تقريبا عده مرات في السنه، وتيستعملوا دواء ديال الكوكسيديا كيميائي للوقايه من الامراض. فانا كنصحهم انهم يستعملوا شي حاجه
طبيعيه، لان كما كنعرفوا الكوكسيديا او اي مرض كما كان النوع ديالو، الا بقينا كنعطيوه دائما واحد الدواء، فهذاك المرض يتعرف على هذاك الدواء او ذاك الماده الفعاله ديال الدواء، فمن بعد ما تيبقاش يقضي فيها. اذا من الافضل للوقايه ان نستعملوا شي حاجه اللي هي طبيعيه، وديك الساعه ملي يكون عندنا المرض يمكن لنا نستعملوا لي زونتيبيوتيك مباشره ولا لي زونتيكوكسيديا. اذا هذا السيريكوك ديال الكوكسيديا غادي نحاول نستعملوا للوقايه ايضا من الامراض. نحلوه، نشوف القرعه كي دايره من الداخل، هذه هي القرعه كيفاش كتكون. كوكسيديوز تاريخ صلاحيه نشوفوا 2024. اذا هذا الاخوان هو ديال الكوكسيديا. بالنسبه للبكتيريا النافعه راه ديجا تكلمت عليها في القناه، ها هي كما كتشوفوا الشكل ديالها ديال الطيور وحتى ديال الحمام. بالنسبه للاخوان راه جميع انواع الطيور، يعني واخا مثلا اللي كتلقى فيها الكناري والمقنين راه ديال جميع انواع الطيور. عندنا كاسيكولينا، كاسيكولينا الاخوان ديجا تكلمت عليه بزاف المرات في القناه، راه هو فيه كاسيون، فيه كولين، فيه الفوسفور، فيه حوايج اخرى اللي هو صراحه فعال ضد نقص الكالسيوم وامراض ديال الكبد. اذا باش نحمي الكبد ديال الطويرات ديالي كنعطيه جوج مرات في الاسبوع، من بعد استعمال الدواء كنعطيه مده ديال 5 ايام. هذه راني ديجا الاخوان كنستعملها، راه محلوله ديجا كنستعملها للطويرات ديالي دائما الويكاد السبت والحد يومين كنعطيه للطيور. هذا بالنسبه للكالسيوم، بالنسبه ان شاء الله للتجهيز ديال الطيور. غادي مازال شي برودويات ناقصين باقي ما جاونيش، كال ار 20 بالنسبه للدقاق، كالبروتين ايضا، كبرودوي ان شاء الله خرج جديد ديال البي اش بالنسبه لتنظيف الماء وتنقيه الماء ونقادو البي اش ديالو. ايضا غادي نخدم بسيري سيرول، فيتامين او، سيلينيوم، الخصوبه، كنتسنى الادي تخوا الاخوان حتى هو غادي يجيني. ها هو القرعه ديالو كيفاش كتكون، سيري سيرول، فيتامين او زائد سيلينيوم، تاريخ صلاحيه 2025. هذا بالنسبه للتجهيز ديال الطيور خصوصا الذكور، غنعطيهم سيري سيرول اللي هو فيه فيتامين او زائد السيلينيوم، فيه حوايج اخرى ان شاء الله اللي غادي نخدم به التجهيز ديال الذكور باش ما يكونوش عندي مشاكل في الخصوبه. اذا بالنسبه تكلمنا على البلونشيمون، عفوا غنتكلموا دابا على التجهيز ديال الطيور. قلنا عندنا اول حاجه سيري سيرول، فيتامين او، السيلينيوم، غادي نحتاجو كالسيوم راه كاين في كاسيكولينا، البكتيريا النافعه راه كنعطيها دائما في كل مره كنعطي الباطي، نحتاجو الادي 3 او راه باقي ما عنديش حاليا كنتسناه يجيني. ايضا نلاحظوا بان عندي سيغيميده، سيغيميده ديال غيار الريش، كما كتعرفوا بعض الاحيان تيدخلوا لنا شي طيور في مرحله ديال غيار الريش من غير الطبيعيه، فانا ضروري خص يكون عندي شي منتوج خاص بهذا المشكل هذا باش نحاول نسرع يعني نمو ديال الريش طوارات ديالي ونخرجهم نخليهمش يدخلوا ليا في ديك المرحله ديال غيار الريش. اذا هذا سيغيميده اللي غنستعملو ان شاء الله. هذا سيغينات عندي الحك صغير كنت خدمت به السنه اللي فاتت وديجا مكوموندي شي حاجه كبر منه باش نخدم بها هاد السنه هادي. هذا ديال الفراخ الصغيره، ديال الكبار والصغار ولكن خصوصا الفراخ الصغيره كنبداو نعطيوها من بعد الفقس باش يكون عندنا الطيور صغيره بصحه جيده وما يكونوش عندنا مشاكل ديال الوفيات. اذا كما كتشوفوا امامكم قلنا بالنسبه لي زونتيبيوتيك عندنا اسمو سيرين وسيري فلوكس، بالنسبه للادويه الطبيعيه عندنا سيري باتيك ديال النقطه السوداء، تريكومونوز، الكوكسيديا، الكالسيوم والكولين، فيتامين او، السيلينيوم، البكتيريا النافعه، غيار سيغيميدا، وسيغينيت، ميتي فيتامين ايضا بالنسبه للطيور الحجم الصغير، سيري شوك راه ميتي فيتامين كتخدم به على طول السنه. ان شاء الله ملي غتوصلني الكوليه اللي فيها اير 21 ديال التسقاق، فيها الادي 3 او، فيها البروتين، وفيها ديال البي اش، ان شاء الله غادي نشاركوا معكم فيديو جديد. اذا هنايا كما كتشوفوا هاد المنتوجات اللي غنخدم بهم ان شاء الله ديال هاد السنه هادي لسنه 2023. اي واحد عنده شي سؤال مرحبا يقدر يطرحوه عليا في التعاليق وانا غادي نجاوبو. شي واحد بغى يسول على المنتوجات راكم عارفين كاين الرقم ديالي في صندوق الوصف، يمكن لكم تواصلوا معايا مباشره. اذا اخوان هنايا وصلنا لاخر ديال الفيديو، كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.